حاجة لتتصبر زوينة وصحيحة. براسلي ديال الكارتي داير 3300 درهم، 3300 اللي هي 66 ألف ريال. هذا براسلي ديال الكارتي تيدير 66 ألف ريال، 66 ألف ريال، 3300 درهم. اختي حنا مجاورات الاخوين تنتواجدو في مدينة ميدلت، تنبيعو الذهب 18 كارة، وتنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب. اللي خصك اختي ما عليك غير دوزي واتساب ومرحبا الف مرحبا. هذا داير 3300 درهم، 3300 درهم، 3300 يعني 66 ألف ريال، 66 ألف ريال. اللي بغاتو دير لي سكرين ودوز واتساب ومرحبا الف مرحبا. اوكي اللي بغاتو دير لي سكرين ودوز واتساب ومرحبا الف مرحبا. كاين هذا البراسلي هذا حتى هو شي حاجه غزاله، عاد جبناه لكم براسلي زويون داير بحال الحنش، شي حاجه غزاله تبارك الله. براسلي واعر هذا، هذا داير 3400 درهم، 3400، 3400، هذا 3400 درهم. بارطاجي اختي جزاك بخير، عاونا بالبارطاج اللي دخلي حوالي بارطاجي، بارطاجيو معنا ومرحبا بكم عند مجاورات الاخوين ميدلت. تنبيعو الذهب 18 كارة، وتنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب، وتنديرو البيع عن طريق المصارفة. تبقى تدفعي بشوية عليك حتى تكملي الصخرة ديالك ونصيفطوها عليك فين ما كنتي في المغرب، تصيفط لك الصخرة ديالك. اختي متبس نسال السميه تنصوبوها، السلسله بالسميه تنصوبوها، غير دوزي واتساب تعطيني السميه ديالك ونصوبوها عليك. تنصوبوها من 1400 درهم للفوق، انت اللي بغيتي نصوبوها لك هنا 1400، 1700، 1800، كاع حاجه مزيانه تطيح ب 1800، 1900. دوزي واتساب وصيفط لنا السميه ديالك ومرحبا نصوبوها لك اختي. بالنسبه لهذا البراسلي هذا داير 4000، داير 3400 درهم. هذا البراسلي هذا 3400 يعني 68 ألف ريال، هذا البراسلي هذا ب 68 ألف ريال. حاولوا تبارطاجيو معنا في لي جروب، بارطاجيو واللي دخل يبارطاجي ومرحبا بكم. هذا براسلي غزال داير 3400 درهم، 3400 يعني 68 ألف ريال، 68 ألف ريال. براسلي غزال تبارك الله. شانيل اختي راه كاين براسلي شانيل، وكاين اونسومبل ديال شانيل كاع كامل. الا بغيتي البراسلي بالخاتم بالحلقات بالسلسله ديالو البوندونتيف موجوده، غير خليك من اللايف اختي ونوريه لك، ولا دوزي واتساب يوريه لك. مرحبا الف مرحبا، راه موجود اختي شانيل. هذا داير 3400 درهم، كما قلنا 3400 درهم يعني 68 ألف ريال، 68 ألف ريال. اللي بغاتو دير ليه سكرين ودوز واتساب ومرحبا الف مرحبا بالجميع. اللي بغاتو دير ليه سكرين ودوز واتساب ومرحبا الف مرحبا بالجميع. اللي بغاتو تحاول غير دير سكرين ودوز واتساب ونتفاهم معاه. اوكي هذا داير 68 ألف ريال، 68 ألف ريال اللي هي 3400 درهم، 3400. اللي بغى شي معلومات عليه بالنسبه للعبار وبالنسبه للقطر ديالو غير دوز واتساب، نعطيوه العبار والقطر ديالو والميزان ديالو، اي حاجه بغيتيها حتى حاجه ما نخبعوها عليك. كاين هذا البراسلي هذا حتى هو غزيول تبارك الله، جاي سامبل في غير داك الدوره ديال الحجر العلامه الاودي. حاول تبارطاجي في الجروب، اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي. اي حاجه عجبتك هنايا مرحبا، دوزي واتساب. بغيتي ديري المصارفه مستعدين نديرو معاك المصارفه، تبقي تدفعي بشويه عليك حتى تكمليها وتاخديها. هذا براسي حتى هو زبون، هذا داير 3000، هذا داير ترخيص شويه، داير 2700 درهم، هذا 2700، 2700 يعني 54 ألف ريال. هذا غزي هو الرخيص اللي بغيت تعمري الدار، براسلي زويون جاي زويون سامبل صحيح غزال كيدير في الدوره ديالو، براسلي غزال تبارك الله. ندير 2700، 2700 درهم، 2700 درهم يعني 54 ألف ريال، 54 ألف ريال. بالنسبه للسلسله ديال السميات تبداو من 1400 درهم الفوق، اللي بغات السميه ديالها في السلسله 1400 درهم، السلسله بالسميه ديالها 1400 الفوق. بالنسبه لهاد البراسلي هذا داير 54 ألف ريال، هذا داير 54 ألف ريال، 54 ألف ريال اللي هي 2700 درهم، 2700 درهم
2700 درهم اللي بغات تساو دير لي سكرين دوز واتساب ومرحبا ألف مرحبا. كاين البراسلي هذا سامبل، الناس اللي تبغي سامبل سامبل ما فيه لا حجر لا والو وصحيح، براسلي سامبل. الا بغيتي منه واحد بغيتي منه جوجات راه باقي عندنا فيه جوج، اللي بغات واحد مرحبا واللي بغات جوج نعطيو ليها جوج راه باقي عندنا فيه جوج. براسلي سامبل ديال الدوام ما تحيديهش من يدك هذا البراسلي هذا، شي حاجه اللي هي زوينه وسامبل. هذا داير الثمن ديالو 3300 درهم، 3300 اللي هي 66000 ريال. براسلي غزول وسامبل وصحيح داير 66000 ريال. مرحبا اختي صبري شويه غادي نجبد لك محيط، وراه خليته في فيترينا ما وجدتوش، غير صبري شويه نجبد لك البراسلي ديال شانيل. عندي شانيل ولا عندي الاكسيموم راه كاين، كاين الله اعلم الا باقي عندي، غير صبري نكمل اللايف نجبدو لك. مرحبا اختي. كاين هذا داير 3300 درهم، 3300 اللي هي 66000 ريال، 66000 ريال، 66000 ريال. غزال وزوين وصحيح مدوبل من الداخل، ها هو داخل الخدمه ديالو مدوبل، شي حاجه غزاله وزوينه تبارك الله. اللي بغاتهم على غير دير سكرين ودوز واتساب عندنا، نعطيو اي حاجه ديتيها عندنا وبغيتي تبدليها من الساعه دي نعاود نشدوها عندك بنفس الثمن باش بعناها لك ونبدلوها لك. اي حاجه خديتيها وباغا ترديها تبدليها ولا اي حاجه من الساعه دي نبدلوها لك، او لا اي حاجه خديتيها بقات عندك لبستي فيها واحد العام ولا عامين شبعتي منها نتفاهموا عاوتاني عليها ونبدلوها لك، ما كاينش المشكل. مرحبا الف مرحبا اختي. الا بغيتي دابا قديمه اختي راه تيكون عندي غير دوزي عندي واتساب ونعطيك الشكلات اللي عندي قدام. بالنسبه للي بغات شي حاجه قديمه تحاول غير دوز واتساب ونعطيوها السلعه القديمه، حنا غير تندوبوها. كنت شويه بغات تنفع بها وبغات تاخذها تعاود لها اللباس راه ما كاينش مشكل عندنا، نعطيوها شي حاجه اللي تكون قديمه ومازال صراحه اللبس ما تكونش ديجا مقطعه ولا مكرفسه. اي وحده بغات شي حاجه قديمه تحاول دوز واتساب عندنا راه القديم تيكون موجود، غير هو ما تندوزوش في اللايف ما تنبيعوش في اللايف، دوزي واتساب نعطيوك اي حاجه بغيتيها قديمه ونبيعها لك بالثمن ديال القديم بالثمن اللي يكون رخيص شي شويه على الجديد. اختي تنصيفطو دابا غير في المغرب حاليا، بالنسبه لليفغيزو كان غير وسط المغرب، وان شاء الله غادي نشوفك غادي نديرو بقاو نصيفطو لبرا ان شاء الله، غادي نحاولو نشوفو الطريقه باش نصيفطو لبرا، غادي نحاولو ان شاء الله نشوفو الحل. بزاف الناس يطلبوا لينا لي كوموند تكونوا على برا. تقدري تاخدي عندنا شي حاجه الا كان شي واحد في الفامي ديالك اللي شاده عندنا في المغرب نصيفطوها ليه للبلاد ولا شي واحد في العائله، نقدروا نخليوك السلعه هنايا تجي تاخديها وقتاش ما دخلتي، واخا من هنا راس عام ولا الصيف الجاي ما كاينش مشكل عندنا، مستعدين نخليوها لك حتى العام وهي جالسه مخبعه ما كاينش المشكل. او لا نصيفطوا لك شي واحد في لافامي ديالك اللي انت عرفتي ثقه ونصيفطوا عليه للدار عنده وانت صيفطي لنا الفلوس ماشي مشكل. بالنسبه لهذا البراسلي هذا داير 3300 درهم اللي هي 66000 ريال، 66000 ريال، 66000 ريال. هذا البراسلي هذا راه كاين منه جويجات اللي بقاو ليا، اللي بغاتو دير ليه سكرين، بغيتي واحد نعطيه لك، بغيتي جوج مرحبا راه موجودين جوج ديالو. اوكي اللي بغات سكريني راه براسلي غزال وزويون سر لا والو كله دير. كاين هاد الأونسومبل هدا، غادي نشوفو إن شاء الله الحل اللي غندير باش نصيفطو لبرا، راه نشوفو الحل إن شاء الله، غنحاولو نشوفو الحل باش نصيفطو السلعة لبرا، غير إن شاء الله هاد الأسبوع هدا غادي نحاولو نشوفو هاد لافير هادي كنديرو فيها. وبالنسبة للناس ديال برا كي قلنا إلا كان شي واحد في لافامي اللي شدها ناس أخرى صيفطها ليه للبلاد ديالو وشدها عندنا شي واحد من العائلة اللي يقدر ياخد صخرة ويبغي يخبيها عليك، أو تقدري تخلي الأمانة عندنا صيفط لنا غير أفونس فيها وحتى تجي وتكمليها، صيفط لنا غير أفونس فيها نخبعوها عليك حنا حتى تدخلي على خاطرك، واخا هي تعام ماشي مشكل مستعد حنا نخليوها عام وهي مرهونة. كاين هاد لونسومبل هذا البراسلي، ها هو هذا البراسلي بالحلقات ديالو بالخاتم ديالو شي حاجه اللي واعره، هذا موديل بحال الفان كليب، موديل عاد خرج من ورا الفان كليب عاوتاني، هذا تقريبا الخدمه ديالو قريبه للفان كليب، مضروب بالدياموندا في هذا البريو هذا في هذا الوسط، اونسومبل غزال زوين تبارك الله. كاين هذا الا بغيتي براسلي بوحديتو تيدير 3700 درهم، بالنسبه للبراسلي بوحديتو البراسلي بوحدو داير 3700 درهم البراسلي بوحدو، يعني 74000 ريال، 74 البراسلي بوحديتو. بالنسبه للخاتم ديالو داير 1100 درهم الخاتم، 1100 درهم، 1100 درهم البراسلي الخاتم بوحديتو 1100 درهم اللي هي 22000 ريال،
بالنسبه للحلقات ديالو راه حاجه صحيحه وزوينه. الحلقات ديالو كيف تشوفوا راه حاجه قاصحه ومزيانه صحيحه. الحلقات ديالو دايرين 1500 اللي هي 30000 ريال، وبالنسبه للسلسله بالبوندونتيف ديالها دايره 2200 درهم، 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، 44000 ريال. السلسله بالعلاقه ديالها دايره 44000 ريال. كنت بغيتي السلسله بوحديتها ولا اي حاجه بغيتيها بوحديتها ماشي مشكل نعطيوها لك. السلسله 44000 ريال، 2200 درهم، الحلقات 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. بالنسبه للخاتم داير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. البراسلي داير 3000. بغيتي الانصومبل كامل غادي يطيح لك ب 3500 درهم، 8500. هذا شي حاجه تعمر العنق، براسلي يعمر اليد، داكشي زوين تبارك الله وصحيح ديال الدوام. 8500 درهم تاخديه كامل بالبراسلي بالخاتم ديالو بالحلقات بالسلسله اللي هي 8500 اللي هي 170000 ريال. 170000 ريال اللي بغاتهم على غير دير لي سكرين ودوز واتساب عندنا ومرحبا والف مرحبا. هذا ب 8500 درهم اللي هي 170000 ريال. 170000 ريال اللي بغاتو دير لي سكرين دوز واتساب مرحبا والف مرحبا بالجميع. كاين هاد الكولي هذا مخرم وغزال تبارك الله، كولي تيعمر العنق الناس اللي بغات تبرع في الحضور مع راساتها. ها هو هذا، ها البراسلي ديالو، البراسلي، ها الباك ديالو، ها الحلقات ديالو ديال الحضور تيجيو طوال، ها الكولي ديال العنق. شي حاجه غزاله تبارك الله. اللي بغات هذا دير لي سكرين. اختي حنت تواجدي في مدينه ميدلت، معك عبد الله من مجوهرات الاخوين، مدينه ميدلت تنبيعو الدب 18 كارا، و تنديرو التوصيل بالمجان لجميع مدن المغرب. اللي خصها هاد شي حاجة معلها غير دير سكرين و دوز واتساب و مرحبا و ألف مرحبا. كاين هاد الكولي هادا تيدير 17000 درهم، 17000 درهم، 17000 درهم. هادا بالبراسلي، بالبراسلي بالخاتم ديالو 17000 درهم اللي هي 340000 ريال. البراسلي راه كبير وعريض ومزيان. هذا بالخاتم بالبراسلي ديالو بالكولي ديال العنق، هذا كله داير 17000 درهم. الا بغيتي تاخديه بالبراسلي بالخاتم بكلشي ديالو 17000 درهم، يعني 340000 ريال. 340000 ريال، 340 نص ساعه نقول لكم سالينا موسى، غير نص ساعه، نص ساعه كنا سالينا باش نخدموا مع الناس. قول لهم غير نص ساعه يتسناو حنا معاهم، غير نص ساعه دابا، نص ساعه اخرى ثلث ساعه. و 17000 درهم هذا 340000 ريال، مليون و 140. الباك ديالو، الباك البراسلي، الحلقات ديالو تيجي معمر العنق بالنسبه للحضور، تيجي مبرع هذا تعمر به العنق ديالك. شي حاجه اللي رائعه وما فيه لا حجر لا والو، كل ذهب. هذا مخرم كل ذهب، تيدير 17000 درهم، 17000 درهم اللي هي مليون و 140000 ريال، مليون و 140000. هذا كله تيدير مليون و 140000. كنت بغيتي غير شي حاجه وحده ماشي مشكل، دوزي واتساب نقول لك الثمن ديالها. كنت بغيتي